السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنقدم لكم في القناة ديالي وصفة لتجفيف الفلفل الحارة والحصول على مسحوق بودر ديال السودانية. الوصفة رخيصة واقتصادية. كناخدو هاد الفلفلة الحارة كنفرشوها في الطاوة، كندخلوها الفران اللي سبق لنا كيكون مسخن من قبل، اللي كنطيبو فيه الكيك من قبل او اي شيء اخر. هذيك درجات الحرارة اللي بقى في الفران كنستغلوها في تيبيس هاد الفلفل الحار، كنشفوها كنيبسوها تحت هذيك الحرارة في داخل الفرن. من بعد كنحلو عليها وكنخرجوها، كنحطوها في مكان في الكوزينة، كنكرر العملية حتى تيبس لينا هاد الفلفل الحار السودانية. في الصيف ممكن نيبسوها تحت أشعة الشمس، احنا دابا في الحال بارد ممكن لينا نلبسوها في الفران. من بعد كناخدوها وكنطحنوها في طحانات العطرية، كنطحنوها مزيان حتى نحصلوا على بودر ديال السودانية، كنحطوها في قرعة زاج كنحتفظوا بها. وبالصحة والراحة. مدة تجفيف على حساب التيبيس ديالها، على حساب الشكل ديالها. بنشوفوها كرمات صافي، راه واجدة. نطحنوها ونحطوها في قرعة الزاج. وبهذا الشي كنكون خدمنا فلفلة سودانية في دارنا بشكل نظيف وكمية اقتصادية، كمية وفيرة.